بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتي أم رحاب للخياطة. في هذا الفيديو سوف أريكم طريقة رسم الباترون الأساسي للبنطلون أو السروال. تابعوا معي الفيديو إلى الآخر. إذن بالنسبة للمقاسات التي سوف نحتاج لعمل السروال أو البنطلون، سنحتاج إلى دوران الوسط أو الخصر أو محيط، يعني محيط أو دوران، دوران الحوض أو الأرداف، ثم الطول وارتفاع الركبة. أولا سوف نبدأ بالجهة الأمامية، ثم انطلاقا من الجهة الأمامية نرسم الجهة الخلفية. على بركة الله، أول شيء نرسم خط الطول، لأن هذا هو خط الطول، هذا خط الطول، أضع عليه طول البنطلون زائد 6 سنتيم، يعني هنا طول البنطلون زائد 6، يعني من 4 إلى 6 سنتيم طول البنطلون زائد 4 إلى 6. هذا الخط سوف أرسم عليه خطوط أفقية، فأول خط هو خط الوسط، ثم سوف أرسم خط الحوض، وذلك بحساب ربع دوران الحوض، ربع دوران الحوض، وأنزل به من خط الوسط، يعني أحسب ربع دوران الحوض وأنزل به من هنا، مثلا هذا هو، وأرسم خط الحوض، هذا هو خط الحوض، ثم من خط، دائما من خط الوسط، أحسب ارتفاع الركبة، ارتفاع الركبة الذي نأخذه أو نحسبه من الوسط، نحسب ارتفاع الركبة ونضع هذا المقاس هنا، مثلا هنا هذا هو خط الركبة، ثم خط الطول، خط الطول هو هذا، دائما نحسب الطول من الخصر إلى الأسفل إلى الطول المرغوب، ونضيف عليه من 4 إلى 6 سنتيم. إذن بعد رسم الخطوط أبدأ بوضع المقاسات. إذن هذا هو خط الوسط، ثم خط الحوض، ثم خط الركبة، وخط الطول. إذن على خط الوسط أضع ربع الوسط، ربع الوسط زائد قيمة البانسة 3 سنتيم للبانسة، يعني أضع ربع الوسط، ربع الوسط أو الخصر زائد قيمة البانسة 3 سنتيم، إذا كان فرق بين الخصر والحوض ممكن الاستغناء عن البانسة في حالة ما إذا كان الوسط والحوض يعني متساويان أو يعني ليس بينهما فرق كبير. فنأخذ منتصف هذه المسافة، يعني ربع دوران الوسط هو هذا، النقطة هذه، وهنا حسبت ربع 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 الوسط، ربع دوران الوسط زائد 3 سنتيم للبانسة. هذه المسافة نقسمها على 2، نقسمها على 2، وننزل يعني عمق البانسة يساوي عرضها في 4،
إذا عندي 3 سنتيم في البانسا، نضربها في 4 هي 12، وننزل ب12 سنتيم هنا. إذن هذه هي البانسا. إذن على خط الحوض أضع ربع دوران الحوض، ربع دوران الحوض زائد 2 للوسع زائد 1 للخياطة أو 2 للخياطة مثلا. هنا مثلا عندي هذه النقطة، ثم يعني أخرج من هذه النقطة بالتقويرة، قيمة التقويرة من هذه المسافة بقيمة التقويرة، والتي أحددها انطلاقا من دوران الحوض مقسوم على 20. يعني التقويرة على خط التقويرة، نحسب قيمة التقويرة التي تساوي قيمة التقويرة، أكتبها هنا كقاعدة، قيمة التقويرة تساوي دوران الحوض مقسوم على 20، دوران أو محيط الحوض مقسوم على 20. إذن هذه قاعدة. هذه قاعدة. ثم أخرج بهذه القيمة هنا وأضع نقطة، ثم أرسم من هذا الخط بشكل منحني هكذا، هذا الشكل. ثم سوف أحدد خط كسرة البنطلون، أحسب هذه المسافة خط الحوض، على خط الحوض أحسب هذه المسافة وأقسمها على 2، ثم أحدد المنتصف وأرسم الخط إذن نحدد على خط الطول إسورة الرجل، قيمة إسورة الرجل، فنحددها انطلاقا من الحوض، نحسب محيط الحوض مقسوم على 5، يعني خمس محيط الحوض. فمثلا يعني هذه القيمة أعطتني 22، فسأضع 22 مقسومة على 2 هي 11، إذن سأضع 11 على اليمين انطلاقا من خط كسرة البنطلون، أحسب 11 زائد 1 للخياطة، ثم يعني 12 سنتيم على اليمين و 12 سنتيم على اليسار، ثم أسطر من هذه النقطة إلى هنا. هكذا، ثم من هنا إلى هنا بهذا الشكل، ثم أدخل من هذا الخط في الركبة، أدخل بواحد سنتيم، ومن هنا أيضا أدخل بواحد سنتيم، ثم أرسم بشكل منحني أو باستخدام البيروكي انحناء هكذا، ثم أيضا هنا ومن هنا بالمسطرة، ثم هنا أيضا بالمسطرة هذا الشكل. أتمنى أن يكون الرسم واضح. ثم
هنا على خط هذا الخط الوسط أدخل بواحد سنتيم، هنا 1 سنتيم، وأرسم بشكل منحني. إذن هذه هي، هنا كما قلت أضفت من 4 إلى 6 سنتيم. قيمة الخياطة، إذن هذا هو، هذه الجهة الأمامية، جهة الأمام. أتمنى أن تكون أن يكون الرسم واضح ومفهوم. إذن انطلاقا من هذه الجهة أرسم جهة الخلف. سأستخدم لون مغاير، أستخدم اللون البرتقالي كي أرسم جهة الخلف انطلاقا من جهة الأمام. فعلى نفس الرسمة، فأول شيء، أول تغيير، كما نعلم أن جهة الخلف أكبر من جهة الأمام، فبالنسبة للتقويرة نفس القيمة التي وضعت هنا أخرج بها هنا، يعني محيط الحوض مقسوم على 20 أخرج بنفس القيمة. مثلا عندي هنا 4 سنتيم، أضع هنا 4 سنتيم. واضح؟ إذن هذه جهة الخلف باللون البرتقالي، والجهة الأمامية باللون الأخضر. ودائما عند التفصيل نفصل جهة الأمام، وانطلاقا منها نفصل جهة الخلف، لأن جهة الخلف أكبر. أتمنى أن يكون الشرح واضح ومفهوم. ثم هنا أدخل ب2 سنتيم، 2 سنتيم، ثم أرتفع من هذه النقطة ب3 سنتيم هنا، وأخرج من هنا ب1 سنتيم، ثم أسطر. أعيد رسم التقويرة. بهذا الشكل أخرج من هنا ب1 سنتيم، من 1، ممكن من 1 إلى 4 سنتيم إذا كانت الأرداف أو إذا كان الحوض كبير. ثم من خط في خط الركبة أخرج ب1 سنتيم، ثم الطول ب1 سنتيم. أيضا من هذه الجهة نفس الشيء، 1 سنتيم هنا، ثم 1 سنتيم، وأعيد رسم. هنا نرسم بالمسطرة، أيضا هنا انحناء، نستخدم بيروكي من هنا، ثم من هنا بمسطرة خط الطول. هكذا، إذن هذه الجهة الخلفية بالبرتقالي، الجهة الخلفية. إذن أتمنى أن يكون الشرح واضح ومفهوم. جهة الأمام، جهة الخلف أكبر من جهة الأمام. إذن هذا باللون البرتقالي هي جهة الأمام، عفوا، هي جهة الخلف، وبالأخضر هي جهة الأمام. بالنسبة هنا في هذا المكان، تعديل آخر يجب، ملاحظة مهمة جدا. فعندما نقص جهة الخلف، عفوا، عندما نقص جهة الأمام، يعني هذه الجهة بالأخضر، عندما أقصها ف يجب أن تكون عندي هذه المسافة، هذه، لاحظوا معي،
هاد المسافة يعني من هنا إلى هنا، إلى الطول كاملا يعني، يجب أن تكون تساوي هاد المسافة، وبالتالي يجب أن أنقص من هنا تقريبا من 1 إلى 1.5 سنتيم، إذن أنزل ب1.5 سنتيم. يعني من يفضل أن نقيس المسافة، يعني إن شاء الله تعالى في تطبيق ما سوف أريكم الطريقة كيف سوف تكون نقيس المسافة أفضل. يعني تقديرا ممكن تكون من 1 إلى 1.5، نقصها في الجهة الخلف كي يكون متساوي عند الخياطة، ونعدل هكذا. أتمنى أن يكون واضح. إلى هنا أكون قد أنهيت معكم هذا الدرس، أتمنى أن يكون شرحي واضح ومفهوم. أي سؤال أو استفسار أو ملاحظة اتركوها في التعليقات، ولا تنسوا الضغط على زر إعجاب، وإن كنتم أول مرة تزورون قناتي فاشتركوا فيها وفعلوا الجرس كي يصلكم الجديد. مع أختكم في الله أم رحاب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.